في غفلة من الشعب المصري داخل مصر، شيخ الأزهر استقبل وفد كنائس من ألمانيا وقال لهم أن الأديان ليست مسؤولة عن جرائم المنتسبين إليها. الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قال أثناء استقباله وفدا من ممثلي الكنائس الألمانية برئاسة القس ديفيد جبرة أن تعاليم الإسلام تدعو إلى الأخوة بين أتباع الديانات السماوية، مؤكدا حرص الأزهر على التواصل والتعاون مع المؤسسات الدينية وتبادل الرؤى والأفكار مع مختلف الحضارات والثقافات بما يحقق الأمن والسلام للبشرية كافة. وأكد أن الأزهر الشريف على استعداد للتعاون مع الكنيسة الألمانية لترسيخ قيم التعايش المشترك بين جميع الطوائف المسيحية والمسلمين في ألمانيا، مشددا على ضرورة أن ينظر كل طرف لدين الآخر على أنه دين سلام. ده كلام شيخ الأزهر، وقال أن الأديان ليست مسؤولة عن جرائم المنتسبين إليها، وأن ما يحدث من جرائم دموية من بعض المنتسبين لدين معين ليس سببا لربط هذا الدين بالإرهاب من جانبهم. أعضاء الوفد الألماني قدم الشكر لشيخ الأزهر على حسن الاستقبال، مشيدين بجهود الأزهر وإمامه في ترسيخ قيم السلام العالمي والتعايش المشترك، مبدين إعجابهم بنموذج بيت العائلة المصرية كنموذج إيجابي للتعايش السلمي واحتواء الآخر. ده كان كلام أعضاء الوفد الألماني. طبعا شيخ الأزهر هنا بيتكلم عن أن الأديان ليست مسؤولة عن جرائم المنتسبين إليها. شيخ الأزهر يعني يبدو أن هو بيخلط الأوراق. طبعا لما واحد يقوم بجريمة سرقة عادية ليست بسبب فرق الدين، أو لما واحد يقوم بجريمة قتل أو بجريمة تزوير أو برشوة أو باختلاس أو سرقة ليس لها علاقة باضطهاد، أكيد الدين ملوش ذنب في هذه الجرائم. لكن لما تكون هذه الجرائم وهذه الاعتداءات سببها فكر ديني متشدد، زي مثلا مناهج فكر ابن تيمية في جامعات الأزهر، هنا يبقى الدين مسؤول عن هذه الجرائم. لما يطلع داعش ويقوم بمذابح وجرائم حرق وقتل وذبح وسبي واغتصاب واعتداء على ممتلكات واعتداء على أرواح على ملايين المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط، سواء العراق أو سوريا أو السودان أو ليبيا أو اليمن أو شبه الجزيرة العربية أو نيجيريا أو الصومال أو أفغانستان أو عمليات إرهابية في أوروبا أو في كندا أو في أمريكا أو في أستراليا، لما المتطرفين يقوموا بكل هذه الاعتداءات بناء على فكر ابن تيمية يبقى أكيد الدين مسؤول عن هذه الجرائم. شيخ الأزهر هنا ما زال بيحاول تضليل الخارج، وياريته استخدم نموذج فعال. ده طلع وبيستخدم نموذج بيت العيلة اللي أثبت فشله على مدى سنوات طويلة، لكن الموضوع عجب الناس بعد ما اترجم مجرد كلام. بيت العيلة ما قدرش يحل أي مشكلة للأقباط، ما قدرش ينصف الأقباط، ما قدرش يمنع اعتداء، ما قدرش يمنع تعارية، ما قدرش يمنع منع صلاة للأقباط في محافظة المنيا مثلا، ما قدرش يقنع المسؤولين سواء محافظ المنيا أو محافظات صعيد مصر عن التطرف والاضطهاد اللي بيقوموا بيه. ما قدرش بيت العيلة ان هو يقنع المسؤولين ان هم يحاولوا ينصفوا الأقباط كل واحد في محافظته، ما قدرش يمنع تعرية سيدة الكرم، ما قدرش ان هو ينصف سيدة الكرم
ولا حتى فكر ان هو يروح يتدخل مع قضاة مجمع محاكم المنيا اللي تلاعبوا بقضيتها، ما قدرش يروح يقنع المتطرفين اللي كل اسبوع على الاقل مرتين ثلاثه لما بنعرض امام حضراتكم العديد من الحالات من الاعتداءات، منع كنيسه، منع سور، منع بناء مناره، قرار بازاله مناره قبطيه قاصر تم اغوائها زي ما شفنا في بدايه حلقه اليوم. بيت العيله استخدم لتضليل الجميع، واكثر ناس عارفين انه غير فعال وانه فاشل هم الناس القائمين عليه واللي موجودين فيه. استخدم شيخ الازهر، استخدم شيخ الازهر هذا المثال الفاشل واتكلم عليه للاجانب. طبعا ما يقدرش يتكلم على اداء ونشاط بيت العيله للمصريين لانه عارف ان المصريين كلهم كشفين هذا الموضوع وادركوا فشل بيت العيل. جه بعدها شيخ الازهر اللي بيتكلم عن بيت العيلة كنموذج ايجابي للتعايش السلمي واحتواء الاخر. طبعا ده هذه المشكلة. يعني شيخ الازهر يبدو انه استغل زحمة الاحداث وطلع بيتكلم عن الجرائم من المتطرفين وبيقول فيها أن الدين مش مسؤول عن جرائم المنتسبين إليه. معنا في هذا الشأن الأستاذة كريمة الحفناوي. مساء الخير يا فندم. أهلا أستاذ حبيب. أهلا بحضرتك. يعني شيخ الأزهر هنا اتكلم للوفد الألماني وبيقول لهم أنه الأديان ليست مسؤولة عن جرائم المنتسبين إليها، وإداهم مثل بنموذج بيت العيلة المصري. إيه رأيك في هذا الكلام؟ أولا مساء الخير ليكم للمشاهدين، وطبعا الدين لله والوطن للجميع، ده أولا. وإني بالتأكيد الأديان كلها يعني منذ قديم الزمن جميع الرسالات السماوية رسالات للمحبة، رسالات للسلام، رسالات للتسامح، رسالات للعلاقة الخيرة بين البشر. لكن الحقيقة يعني دعني أتكلم حوالين ما يحدث داخل مصر بشكل عام، وما يحدث عندنا من إن إحنا دولتنا، يعني إحنا عايزين نقول حاجة، الدولة اللي بتستمر هي دولة قائمة على العدل وعلى العدالة. يعني الدولة حينما يعني ميزان العدالة بيميل فيها أو بيخطئ فيها بتنهار على طول، لأن الدول تقوم على أساس أن المواطنين سواء أمام القانون، وأن حرية الفكر وحرية الاعتقاد، أعتقد أن كل ده موجود في دستورنا، يعني بالنسبة للجميع يعني المفروض أنهم يبقوا عارفين أن دستورنا بيتكلم عن في المادة 53 عن المواطنون لدى القانون سواء، متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الدين او العقيده. عندنا ايضا الماده التي 64 تتكلم عن حريه الاعتقاد مطلقه وحريه ممارسه الشعائر الدينيه واقامه دور العباده وحريه الفكر وحريه الرأي. والمفروض ان احنا اتربينا الحقيقه اجيالنا، انا من جيل اتربى على ان الدين لله والوطن للجميع وعلى حرية الاعتقاد وعلى التسامح وعلى قبول الآخر. هي دي مصر اللي عشنا فيها طوال السنوات، يعني سنوات طفولتنا. لكن للأسف الشديد في الفترة الأخيرة دخل علينا أفكار متطرفة ومتشددة بعيدة عن الأديان، وكانت كلها باسم يعني الدين. هذه الأفكار المتطرفة السلفية والسلفية الجهادية والإخوان والتكفير والهجرة، كل هذه وهي أصلا جاية من الوهابية، يعني من الفكر الوهابي المتطرف والمتشدد الذي لا يقبل الآخر بل ويكفر
الآخر ويكفر المجتمع ككل، عشان نبقى عارفين هو بس لا يكفر مثلا المسيحيين، لا هو بالنسبة للإخوان أو بالنسبة للأفكار الوهابية يعني هم الإسلام، الإخوان يقول لك أنا الإسلام وما عداي مش مسلم، بمعنى أنه بيكفر بقية المسلمين اللي هم ليسوا في حالة السمع والطاعة مثلا للإخوان. للأسف الشديد هنلاقي أنه عندنا أحزاب دينية، والمفروض أن الدستور بيحضر الأحزاب الدينية ولكنها ما زالت موجودة، رغم أن هذه الأحزاب الدينية شيوخها بتفتي كل يوم بفتاوى تضر بالسلم العام. إذا كان المجتمع عايز يستقر أو عايز سلم عام كما تقول الدولة، فلماذا موجودة هذه الأحزاب الدينية؟ نمرة 2، مجتمع القانون زي ما بقول لما بيبقى فيه قانون ودولة قانون دي دولة بتستمر، لكن بيت العيلة أو المصالحة اللي بتتم أو الجلسات العرسية اللي بتتم دي كلها اللي هي في مواجهة الأعمال الإرهابية أو في مواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة، دي ما بتحلش، دي مسكنات، هذه المسكنات من على الوش، لكن النار تحت الرماد مستمرة، لأنه طالما هناك فكر متطرف، طالما هناك ما فيش دولة قانون بتطبق أو بتردع هذا الذي قام بجرم زي حرق الكنيسة، زي أي مشكلة من المشكلات اللي بتحصل، لاعتداء على الممتلكات، لاعتداء على الأنفس، فتاوى تكفيرية. احنا عايزين مثلا نقول ان في فتوى، لو احنا فاكرين في 2012 بان الشيعة دول كفرة واتقتل 4 منهم، يعني أي. الفكر المتطرف لا دين له اصلا ولا وطن له، عشان نبقى عارفين يعني الحكاية هنا مش حكاية مسلم ومسيحي، لا هي حكاية افكار هدامة ضد المجتمعات وضد استقرار المجتمعات. اذا كنا بنقول مثال زي بيت العيلة، بيت العيلة عشان في الآخر تحصل مشكلة، بدل ما نفذ القانون، بدل ما يبقى فيه ردع أو قاعد علشان أجري أول ما يحصل مشكلة في 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 بلد ما، مشكلة ما بين الأقباط ومثلا وكلنا أقباط يعني مصريين، بين مسلمين وبين مسيحيين، نحولها إلى مشكلة يعني طائفية، وأرجوكم يا جماعة ويعني علشان البلد تستقر، ونحكم على المجني عليه مثلا في مشكلة ما، زي ما حصل كتير ان نقول للمجني عليه اتهجر من البيت بتاعك وتهجر من بلدك، وده بزعم ان احنا هنعمل استقرار. اي استقرار يقوم على هدر الحقوق، اي استقرار يقوم على عدم تنفيذ القانون، اي استقرار يقوم على قهر الناس لمجرد الاختلاف في الديانة. وانت عندك دستور بنقول في المادة 64 حرية العقيدة، المادة 53 عدم التمييز، المواد كلها المواطنون أمام القانون سواء. إذا استقرار مجتمع مش معناه أن أنا أعمل بيت العيلة وأعمل مؤتمرات للتسامح ومؤتمرات وجلسات عرفية وأحل المشاكل بالكلام ده، لا، معناه يكون هناك دولة قانون قوية، معناه ما فيش أحزاب دينية، معناه محاكمة فورا من يحض على الفتن وعلى القتل من هؤلاء الشيوخ اللي كل يوم بيفتوا فتاوى يؤدي إلى مزيد من الفتن بين أبناء الوطن الواحد. الحل في إن حينما تحدث جريمة يبقى في عقوبة وتنفذ العقوبة، هو ده الحل الحقيقي. الحل في ان دور الازهر ودور المؤسسات الدينيه كنسيه كانت او الازهر يعني او اسلاميه، انها تبدا في توعيه لهذا المجتمع. يعني بيت العيله دي بدل، لو بيت العيله دي بدلا منه يبقى في عندي مثلا وزاره الاوقاف، وعندي المؤسسه الدينيه الاسلاميه والمؤسسه الدينيه المسيحيه ووزاره الثقافه ومراكز ووزارة الشباب والإعلام، وجيب دول كلهم ينزلوا، بدل ما احنا عاملين بيت عيلة ونحل المشاكل بالشكل بالجلسات العرفية دي، لا، انزلوا وانتشروا وقولوا قولا صحيحا، واعملوا وعي للناس بالأديان وواجهوا الإرهاب بهذه الثقافة، وإلا ستستمر الإرهاب، هيستمر الفكر.
الفكر المتطرف هيستمر، الاحتقان في المجتمع هيستمر، وكفيانا اشكال لا تفعل شيئا يا جماعه. يعني نسمع عن بيت العيله وسمعنا عن مجلس لمواجهه الارهاب، هل اجتمع مره؟ هل عمل حاجه مره؟ ثم الان المجلس الاعلى للاعلام والسلطه الوطنيه ولا الهيئه الوطنيه للصحافه والهيئه الوطنيه، فين دورهم في نشر ثقافه التنوير؟ فين هذا الدور؟ يعني الموجود في الاعلام الصوت الواحد، ما فيش حتى حريه الراي، اللي موجود في الصحافه واللي موجود في التلفزيونات وفي الدراما وفي السينما يعني بتساعد على العنف في المجتمع، اين دور الدوله هنا؟ اين دور المؤسسات الثقافيه؟ ما فيش. يعني للاسف الشديد معلش هي اشكال احنا يعني اول ما بتحصل ازمه او مشكله نعمل لجنه نعمل مجلس، المجلس لا يجتمع ولا يتم اي شيء، واذا اجتمع الحقيقه ووضع حلول لا يتم الاستماع له، وكاننا بنغسل يعني ايدنا من اي مشكله باننا عملنا لها لجنه او عملنا لها مجلس. ايوه ده حقيقي، ده حقيقي. متشكر جدا لحضرتك الدكتوره كريمه الحفناوي نائب رئيس الحزب الاشتراكي المصري. طبعا يعني كلمات شيخ الازهر يعني اللي للاسف بتوري مدى التضليل اللي بيقوم بيه، تضليل محلي بيطلع يقول كلام للوفود اللي جياله، ولما بيسافر خارج مصر بيبقى ليه كلام مختلف تماما. طبعا شيخ الازهر ما يعرفش ان هناك الان بيتم ترجمه كل مناهج جامعات الازهر، خصوصا المناهج اللي بتعتمد على فكر ابن تيميه، بيقوم به العديد من الخبراء في اوروبا، وده لما يتم ترجمته الى اللغه الالمانيه والفرنسيه والانجليزيه والإيطالية والأسبانية والبرتغالية، الناس دي هتعرف وهتكتشف مدى خطورة مناهج الأزهر، جامعة ومشيخة. بعد 11 سبتمبر في عام 2001 جورج بوش الابن كان طلع وصمم على حاجتين لما عرف منابع الإرهاب، ما خدش بسطحية الحادثة أو بسطحية الاعتداء، دخل وهجم على طالبان حقيقي أخذوا كعذر وتضليل علشان يغزو العراق حقيقي، لكن في طلبين لم يذاعوا داخل الإعلام العربي والكل تكتم عليه. جورج بوش الابن طلب في ذلك الوقت أن السعودية تنهي الكتاب اللي بيبتدي في سن مبكرة بتدريس مناهج متطرفة مع تحفيظ القرآن. الطلب الثاني طلب تنقية مناهج الأزهر، لأنه اكتشف أن كان هناك عامل مشترك بين كل اللي نفذوا الاعتداءات في 11 سبتمبر عام 2001. كل دول كانوا بيعتنقوا فكر ابن تيمية، سواء كانوا خريجي أزهر أو الكتب اللي لقوها عندهم أو لما سألوا أهليهم، أغلبهم كان في السعودية. لكن طبعا هذا الطلب اللي بدا غريب لينا في ذلك الوقت كانوا قدروا يوصلوا له يعني منذ أكثر من 18 سنة، والكل كان في الإدارة الأمريكية عارف وفاهم إيه منبع التطرف لل 19 شاب اللي قاموا بمثل هذا الاعتداء. طبعا لما يكون هناك أي اعتداء وجرائم متطرفة باسم الدين زي ما شفنا من داعش وطالبان والجهاد وغيرهم من الجامعات أو غيرهم من الجماعات، أفغانستان واليمن وسوريا والعراق وليبيا وشبه الجزيرة العربية والسودان ونيجيريا والصومال وأندونيسيا والدول أوروبا اللي بيحدث فيها اعتداءات بسبب الدين، وكندا وأمريكا وأستراليا ونيوزيلندا أيضا. طبعا الناس دي لما تقرا ترجمه مناهج الازهر جامعه ومشيخه هيكتشفوا ان احمد الطيب لقبه مش شيخ الازهر،
هيكتشفوا ان لقبه كبير الارهابيين، وهيكتشفوا ان لقبه الارهابي الاكبر. كل ده بسبب المناهج اللي هو لسه مصمم يدرسها، فقه ابن تيمية والمناهج الملحقة به، وده اللي بيخرج لنا كل سنة للأسف آلاف من الشباب اللي عندهم استعداد للتطرف، وده اللي بنلمسه إحنا كأقباط داخل مصر في حياتنا اليومية، زي ما عرضنا أمام حضراتكم في حلقة اليوم وفي حلقات كثيرة سابقة على مدى عام. وده اللي بيشرح وبيوضح وبيفضح الفكر اللي بيعتنقه المتطرفين في منطقة الشرق الأوسط، واللي تم تصديره إلى العالم كله.